Bonjour mes amis, bienvenue sur la plateforme Aquilios. Comment ça va? Bien? Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ بخير؟ اليوم سندرس درسا جديدا. Vous êtes prêts mes amis? S'il vous plaît, appuyez sur la touche droit. Puis appuyez sur la touche court. الورقة والقلم. Appuyez maintenant à la deuxième leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre les vocabulaires suivants. Le domino, les points. Et nous allons apprendre les chiffres suivants. 8 et 7. Dans cette leçon, nous allons apprendre à choisir la bonne réponse. وبهيدا الدرس يا شاطرين بدنا نتعلم منيح كيف نختار الجواب الصحيح. بدنا نختار الجواب الصحيح من كل سؤال بيكونوا طرحينه علينا، اما بدنا نختار الجواب الصحيح المناسب لكل صوره اكيد يا شاطرين بعد ما نكون سمعنا كتير منيح شو بيكونوا عم بيقولوا لنا. بهيدي الصوره يا شاطرين بعد ما نسمع كتير منيح شو عم بيقولوا لنا بدنا نختار الجمله المناسبه ونحطها تحت الصوره المناسبه لها. مثلا عم بيقولوا لنا 5 كيوي و 7 بوم، نحن بدنا نجيب جملة 5 كيوي نحطها تحت 5 كيوي وجملة 7 بوم ونحطها تحت صورة 7 بوم. وبهيدي الصورة كمان بدنا نسمع كتير منيح شو عم بيقولوا لنا ونختار الكلمة المناسبة للصورة المناسبة. عم بيقولوا لنا دي تومات دي دومينو، نحن بدنا نجيب كلمة دي تومات ونحطها تحت تومات ونجيب كلمة دي دومينو نحطها تحت دومينو. وهون بهيدا الإكزرسيس بدنا نسمع كتير منيح شو عم بيقولوا لنا ونختار الجواب الصحيح. عاطينا معادلة هن وعم بيقولوا لنا 7 بلس 1 إيجال 8. كاتبين لنا تحت جملة 7 بلس 1 إيجال وتركين مستطيل فاضي. نحن بدنا نختار من فوق من الكلمتين اللي حاطينهم فوق 5 و 8 كلمة ويت ونحطها بالمكان المناسب لإلها. Dans cette leçon, nous allons apprendre à lire et à écrire les nombres 7 et 8 en chiffres et en lettres. وبهيدا الدرس يا شاطرين بدنا نتعلم نقرا ونكتب الأعداد 7 و 8 بالأرقام والحروف. هون بدنا نسمع منيح شو عم بيقولوا لنا، عم بيقولوا لنا سات وعم بيقولوا لنا ويت، وبدنا نجيب كلمة سات اون لاتر نحطها تحت لو شيفر سات، ونجيب ويت اون لاتر ونحطها تحت لو شيفر ويت. وبهيدا الاكزرسيس بدنا نتعلم نكتب لي نومبر سات اي ويت اون لاتر، يعني بدنا نتعلم نكتب الاعداد 7 و 8 بالاحرف. في عنا أحرف فوق بدنا نختار منها الأحرف المناسبة ونحطها مكانها بالمربعات المناسبة لإلها. Voilà mes amis, on a terminé. وهيك يا أصدقائي بس نوصل لهيدي النتيجة ونحصل عليها بنكون أنهينا كل مراحل درسنا الجديد. وأي تحدي بيواجهنا أما أي صعوبة بتواجهنا أثناء التنقل من مرحلة لمرحلة ومن إكزرسيس لإكزرسيس فينا نستعين بالمعلمات والأساتذة اللي عم بيتواصلوا معنا بحصص الزوم ونستفيد منهم. Au revoir mes amis. إلى اللقاء.